عزيزة هل ممدود هذا مو الأكبر يهل دمعة بالخدود عند أبو محمد عزيزة هل ممدود قلبه متقطع ألم بصدر حسرة بس تمنى ان الزمن الماضي يعود بس تمنى ان الزمن الماضي يعود من وقف عند الاخو باحزانه انهار ضم عضيده والملامين حوله نادى لكن ما يرد وصف جوابه تم يعاتب ولوه تم يعاتب وين احزانك موعود توسد بصدره يحشد في حنانه حسرة الفاقد أليمة فوق الحدود شلون وراح الأبو اليمة حبيبة شلون وراح الأبو اليمة حبيبة خيرة الأحباب نبعد عزة والجود خيرة الأحباب نبعد عزة والجود هذا أبو الأكبر يهل دمعة بالخدود عند أبو محمد عزيزة هل ممدود قلبه متقطع ألم بصدر حسرة بس تمنى ان الزمن الماضي يعود ومن وقف عند الأخو أحزانه انهار ضم عضيدة والملامين حوله يشهود نادى لكن ما يرد واسفى جوابه لم يعاتب وين احزانك للوعود والسد بصدره يحسد في حنانه حسرة الفاقد أليم فوق الحدود شلون وراح الأبو اليمة حبيبة خيرة الأحباب نبعد العزة والجود خيرة الأحباب نبعد العزة والجود توسد بصدره يحسد في حنانه حسرة الفاقد أليمة فوق الحدود شلون راح الأبو اليمة حبيبة خيرة الأحباب نبعد العزة والجود خيرة الأحباب نبعد العزة والجود ومن حس الحسن دمعة جالية وحس فوق الصدر تبكي أخيا فتح أنا ومسح بيده على راسه وقال له هذا أمر الله ونبيه وقال له هذا أمر الله ونبيه جوارك ولا
حبيبي وبهدية وعلى صدري لا تفشيني يا غالي ترى يومك أشد بالغاضرية ترى يومك أشد بالغاضرية ومن حس الحسن دمعة جارية وحس فوق الصدر تبكي أخيا فتح عينا ومسح بيده على راسه وقال له هذا أمر الله ونبيه وقال له هذا أمر الله ونبيه وأنا ودي أبد أبقى بجواره ولكن يا حبيبي مو بيدي وعلى صدري لا تجيني يا غالي ترى يومك أشج الغاضرية ترى يومك أشج الغاضرية عندي وصايا يا الأهل سمعوها عني عندي وصايا يا الأهل سمعوها بعد عين الأعادي حارفتني ولو عن جوار المصطفى الهادي منعتني حفظوا دماكم لأنها مسحية تهمني أختي إليك بعد وصيه وعهد عن كربلا بوصيك في قلبي ألم حفظي لنا العليم يا رد رب طويل شب النار في وسط الخيام والذبح والولي بعد تحملي حامي بعد عين على اطفال وحرام وحدك بلا كفي انا يطب جديد راس بعمد مصبوخ في عين السهام راس بعمد مصبوخ في عين السهام سبع عمد مفضول في عين السهام.